السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. المهم مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد وبلاغ كيما العاده جديد. صراحه هذا الفيديو ما هو الا تتمه ديال القصص اللي كنت سمعت في منطقه ديال السيفه نهار زرتها. صورتي صراحه غير جوج القصور، قصر القلاقلا ولاد حسين. ان شاء الله كان مازال كان واعد انني غنزور باقي القصور، وايضا غنزور الخطاره ونشوف المنطقه مزيان اكثر واكثر. ولكن فاش مشيت لتما سمعت بزاف القصص، من بينها قصه حوض الزربه، من بينها ديك الدار اللي تحت النابوره، من بينها قصه ديال القصر القلاقلا وكيفاش طيحوا وداروا مؤامره بالسيد اللي بنى لهم التكويسه وبزاف ديال الامور اخرى. ولكن وحده من اللي ثارت الانتباه ديالي وما هضرش عليها في الفيديو خليتها، واللي هي القضيه ديال الزياره ديال هيلاري كلينتون المنطقه ديال السيفه سنه 1996. صراحه هذه القضيه سمعتها ولكن ما هضرش عليها، رغم اني صوت على شي لعيبات ولكن ما هضرش عليها. فاش كنت في المنطقه ديال السيفه وزرت القصر الاول اللي هو القلاقلا فاش صورنا فيه في الاول، قالوا لي الناس تماك بان هيلاري كلينتون زارت هذاك القصر، النظر جدا كاين في الملاح ديال تمايك. ومن بعد عاود ثاني صورنا ولاد حسين وعاود نفس الكلام تقال لنا بانها زارت ولاد حسين وان درجتها كاينه تماك ولا الاصول ديالها من تمايك. صراحه انا فاش سمعت هذ جوج القضيات قلت راسي ما غادي ندير لها هك ولا هك، غادي نمشي للانترنت وغنقلب ونشوف اش من قصر زارته، ونشوف ايضا شي مقالات، نشوف شي تصاور وتبين لي شنو فين 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 كانت الزياره ديالها. صراحه فاش دخلت للانترنت بقيت كنقلب في جوجل، عييت نقلب ما لقيت حتى شي حاجه ولا شي تصويره كتقول لي بانها كانت زياره للقصر الفلاني او لا كانت زياره للقصر الفلاني، بل واحد المقاله اللي هي هذه اللي كنراكم كتشوفوها دابا، ولقيت فيها بانه كانت زياره للمنطقه ديال السيفه وما عطاوش بالضبط او لا بالتدقيق اي قصر زارته. المهم هنا راه تيوصفوا الزياره ديال هيلاري كلينتون في 1993 للمنطقه ديال السيفه وكذا وكذا وفقط. وفي نفس البحث النيت لقيت التصور ديال هيلاري كلينتون وهي كتزور الضريح ديال مولاي علي الشريف في الريصاني، وقريت بعض المقالات كيقول بان هذيك الزياره ديالها كانت اول مره كيتسمح لغير المسلمين باش انهم يدخلوا الضريح ديال مولاي علي الشريف. كملات الزياره ديالها ومن بعد مشات المرزوقه. رجعوا لنا دابا حنايا للمنطقه ديال السيفه والزياره ديالها المنطقه ديال السيفه. المهم كنت صورت مع السي حسن الصافي واحد كيعاود لينا هو على شنو شاف، انه هي الزياره كانت في 99، بمعنى انه غادي يكون عاقل شويه، غادي يكون شاف بعينيه شويه، غادي يعاود لينا كيفاش كانت الزياره ديالها لتماك. بغيناك تعاود لينا الاجواء اللي شفت بعينيك انت طبيعي. الزياره ديال كلينتون في ديك الوقت، في ديك الوقت وفي ديك اللحظه كنت تعرف بان يعني راه واحد الفتره زمنيه اللي هي بعيده شي شويه، راه يعني العقل كان غير ديال الصور. أيه. ولكن يعني كانت اللحظه بقات يعني راسخه في الذهن اللي ما تبعها من احداث، يعني كان يعني واحد الجو واحد الاستقبال لا بالنسبه لرجال السلطه ولا بالنسبه مثلا كان كل زنقه مثلا دايرين لنا فيها مخزني ولا جدارمي مثلا ما يخرج حيط حتى تدوز الزياره وكذا وهذه، ولكن كانوا كما كنا صغار وكذا كنحاولوا ما يمكن نتجنبوا ونخرجوا من سرقوا النظارات ونشوفوا باش ياك على الله نسرقوا النظارات. وفي ديك اللحظه تم الاستقبال ديالها هنا كما قلنا في الدار ديال تيقولوا ضل يعني ضل الحاج الطاهر، تما استقبلوها وتما دخلات مثلا كانوا مشدين لها يعني الاستقبال ديالها بحال شي ديال الحليب والتمر وهذا، وحسب يعني ما قالوا هما بان يعني عندها جدها مدفون هنا في واحد المقبره بحال تقول كتخطي الواد، كاينه تما واحد المقبره ديال اليهود. هي بطبيعه الحال ديال اليهود، هي دابا راه يعني تقريبا راه تمحات بواحد الشكل ديال 95% تقريبا، يعني بقات غير شي حاجه يعني اللي هما شي مقابر ولا شي هذا اللي ساخو باينين فيه العظام تما، وهذا اللي يعني باقيين يعني باينين شويه اللي كيدلوا على ان راه باقيه المقبره هنا. وزارتها هي اما هي بطبيعه الحال وزارتها، وقالوا يعني سبب الزياره ديالها على انها جات قالت لك عندها جدها مدفون هنايا في هذيك المقبره بطبيعه الحال، يعني الاصول ديالها من السيفه كما قلنا. ولكن في الاصل واش يعني يعني جدها واش كان ساكن هنا في السيفه اصلا ولا غير ما توفى هنا مثلا وندفن هنا في هذه المقبره ديال اليهود بطبيعه الحال. كما قلنا دخلت لهذيك الدار واستقبلوها الناس بالتمر والحليب، واش تما كان ساكن جدها ذاك الدار في هذيك الدار او لا غير حيت كانت هذيك الدار تتعد يعني ديال الكبار في البلاد بهذا المفهوم ومن الناس يعني اللي هما كانوا اعيان ديال البلاد وتم الاستقبال ديالها تما، او لا تما ديك هي الدار ديال جدها في الاصل زعما في مدى التاريخ. ولكن هان كما قلنا يعني الروايات تبقى مختلفه،
يعني ما بين واش عندها الدار ديالها في الكلاكله واش عندها الدار، كنهضروا على جدها اللي هو مدفون هنا. هذا لا يختلف فيه اثنان على ان كما قالت جدها مدفون هنا في هذه المقبره هذه، غير فاش كان ساكن واش في، ولكن واش هاد جدها في الاصل كاع كان هنا في السيفه او لا، غير يعني توفى وجابوه لهنا وجابوه لهنا مثلا دفنوه في هذه المقبره ديال اليهود. هذا تيبقى يعني الاصل صراحه ما عندناش عليه واحد واحد المعطى اللي هو يعني بشكل صحيح، باش ما نعطيوش شي معطى اللي هو مغلط. اي مغلط بطبيعه الحال. الله يجزيك بخير. اي الله يودي مرحبا. سواء الزياره كانت لقصر الواد حسين او لا قصر الكلاكله، فهاد الشيء او لا هاد الزياره ديال الهلالي مسجله على منطقه سيفا او لا جماعه ديال سيفا، وغتبقى في التاريخ ديالها. صراحه راه ملي كنا حنا صغار، ملي كنا كنسمعوا راها هلالي كانطون زارت السيفا، وايضا كنا كنسمعوا بانها عندها شي علاقه معها داك السيده ولا كيعرفهم ولا المهم شي حاجه بحال هكا، كيدير كيبيع الحرور في الريصاني، المهم سميتو حاره برا. المهم انا كلشي غير كنعقل عليه، قالت انا كما قال السي عزان ديال الصغر ما نعرفش بزاف ولكن نسمع به. هادشي اللي كاين. نتوما الى عندكم شي حاجه في التعليقات زيدوا تضيفوا على القصه، تزيدوا تسروا هذه القصه ديال الزياره ديالها ديال هيرالي كرونطول المنطقه ديال السيفه، كتبوها لنا في التعليقات. صراحه انا بغيت غير نسجل هذه النقطه لانها كتثير الانتباه، وايضا انها راه حدث لي خصو يتسجل في التاريخ ديال المنطقه. راه كانت ديك الساعات المراه الاولى في الميريكان، وهيلاري راه كتبغي تكون في 2016 هي كاع الرئيسه ديال الميريكان. المهم الا عندكم شي حاجه مزيد في التعليقات كتبوها لنا في التعليقات. نتمنى ان شاء الله الفيديو الاخرين جايين، الزياره الجايه تاع الله في قصر السيفا. هادشي اللي كاين، استودعكم الله، طلع في راسكم، دعمكم.